لربط وتبادل الغاز، نقصد به الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، مع البيئة الخارجية. وبالتالي بمعنى أنه جهاز التنفسي هو يعني أعضاء جهاز التنفسي هي أماكن لعملية تبادل غازي، أي يدخل الأكسجين، يدخل الهواء يكون أكيد محمل بالأكسجين من المناطق التنفسية العليا اللي هي الأنف والفم، مروراً بالتريكيا القصبة الهوائية، فراح تمتلئ بالتالي الحويصلات الهوائية الداخلية داخل الرئة، راح تمتلي بالأكسجين، وهنا راح يصير عندنا تركيز عالي من الأكسجين. هنا راح تتعامل مع عملية فرق، يعني عملية فرق التركيز، بمعنى أنه الهواء الشهيق راح يكون محمل بالأكسجين، تركيز عن الأكسجين يدخل تملي الحويصلات الهوائية، راح الحويصلات الهوائية راح تكون محاطة بالبلاد فيزلز، بالأوعية الدموية الشعرية الدقيقة كابلاريز، وبالتالي راح تتم عملية تبادل غاز، راح ينتقل بعملية فرق التركيز، أي انتقال المواد من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز الواطئ، أي الحويصلات الهوائية راح تكون مملوءة بتركيز عالي من الأكسجين، راح ينتقل عن طريق جدار الحويصلات الهوائية الشعيرات الدموية إلى داخل الشعيرات الدموية اللي تحتوين على تركيز واطئ من الأكسجين، وبالعكس راح باتجاه المعاكس راح تنتقل ثاني أكسيد الكربون بتركيز عالي الموجود بالشعيرات الدموية، راح ينتقل إلى مناطق التركيز الواطئ بثاني أكسيد الكربون اللي هي الحويصلات الهوائية، أي يتم عملية تبادل غازي بين جداري الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية، وبالتالي تتم عملية الشهيق والزفير. هذا يعني كميكانيزم أو آلية عملية تبادل غازي اللي تتم داخل الجهاز التنفسي. واضح شباب؟ نعم. نرجع إلى محاضرتنا. هنا تتم الحركة عبر الرئتين، تتم الحركة عبر الرئتين و من خلال ما تعرف بالفنتلينج ميكانيزم اللي هي تكلمنا عنها، اللي هي آلية التهوية اللي يكون داخل يعني داخل القفص الصدري، تحتوي داخل القفص الصدري شباب توجد عندنا عضلات وأيضا الحجاب الحاجز، إضافة إلى المكونات الأنسجة المرنة، مكونات الإلاستيك كومبوننتس اللي هي مكونات الأنسجة المرنة. هنا يمكن تقسيم جهاز التنفس، يمكن تقسيم جهاز التنفس تشريحيا إلى الجهاز التنفسي upper and lower respiratory tracts اللي هو الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. هنا تشريحيا قسموا الجهاز التنفسي إلى جهاز تنفسي علوي أي مناطق عليا وجهاز تنفسي سفلي. وظيفيا قسموا الجهاز التنفسي إلى عنصرين، إذن تشريحيا يقسم جهاز تنفسي إلى علوي وسفلي، جهاز تنفسي علوي وسفلي أو قناة علوية وسفلية، ووظيفيا قسم إلى مكونين. المكون الأول اللي هو endoducting bronchion اللي هو إني نقصد به الجزء الموصل أو الجزء العلوي، واللي يتكون من nasal cavities اللي هي التجاويف الأنفية، والفرنكس اللي هي البلعوم، ولارينس اللي هي الحنجرة، تريكيا اللي هو الرغامي، والبرونشيا اللي هي والقصبة، والبرونشيوس اللي هي القصيبات، والترمينال برونشيوس اللي هي القصيبات الطرفية. إذن يقسم جهاز التنفسي تشريحيا إلى علوي وسفلي، أما وظيفيا فيقسم إلى الجزء الموصل، ما يعرف بالجزء الموصل
وأيضا الجزء التنفسي. وظيفيا يقسم إلى جزء موصل. الجزء الموصل اللي يتكون من تجاويف الأنف والبلعوم والحنجرة والرغامي والقصبة والقصيبات الهوائية والقصيبات الطرفية. الجزء التنفسي اللي هو الجزء التقسيم الوظيفي الآخر اللي هو الجزء التنفسي اللي تحدث به الوظيفة الأساسية لعملية تبادل الغاز، الغاز تشنجنج، عملية تبادل الغازات. يتألف، هذا يتكون من قصيبات تنفسية سبيراتوري بروتشلز والبوليس اللي هي البوليس دكتس اللي هي القنوات السنخية، أو الألفولي اللي هي القنوات الهوائية. هذه الألفولي القنوات الهوائية هي عبارة عن مواقع خلوية، مواقع خلوية لعملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. إذن تتم في هذه الألفولي اللي هي الحويصلات الهوائية، تعرف بالحويصلات الهوائية، وهي مواقع خلوية لتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. اللي هاي عملية تبادل تم بين الهواء، يعني الهواء الداخل للرئتين والدم. التراكيب الصغيرة هي عبارة عن تراكيب صغيرة تملأ بالهواء، تراكيب صغيرة تملأ بالهواء، وتعد من التراكيب الرئوية اللي تم بها عملية تبادل الغاز. أيضا عندنا الجزء الموصل. الجزء الموصل هذا الجزء يقوم، هذا الجزء الموصل يقوم بتنقية وترطيب الهواء الداخل، تنقية وترطيب الهواء الداخل. أيضا يوفر لنا القنوات، يوفر لنا قنوات لحركة الهواء وتوصيلها إلى الألفولي اللي هي الحويصلات الهوائية. هذا حتى نضمن عملية إمداد، نضمن عملية إمداد الهواء، ونضمن عدم، نضمن عملية إمداد الهواء، وكذلك نضمن عدم انقطاعها، نضمن حركة الهواء، نضمن عدم انقطاع هذه الإمدادات الهوائية، نضمن عدم انقطاعها. أيضا ممكن نلاحظ أنه وجود الكارترج اللي هو الغضاريف، تراكيب الغضروفية، والكولاجين والإلاستيك فايبرز. إذن ممكن نلاحظ وجود ألياف من الكارترج، الغضروف والكولاجين والإلاستيك فايبرز، الألياف المرنة. أيضا نلاحظ وجود السموث مسلز، مسل اللي هي العضلات المجساء، هذه كجزء داعم للجزء الموصل. واضح شباب هذه النقاط، تقسيمات التشريحية للجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي كوظيفة هو مواقع لتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء والدم. يقسم تشريحيا إلى جهاز تنفسي علوي وسفلي، ووظيفيا يقسم إلى جزء موصل وجزء تنفسي. واضح شباب؟ نعم دكتور واضح. نعم دكتور واضح. نعم، ننتقل إلى النوزل كافيتيز اللي هي التجاويف الأنف. تجاويف الأنف تحتوينا على رايت نوزل كافيتيز اللي هو والليفت نوزل كافيتيز اللي هي التجاويف الأنفية اليسرى واليمنى. تجاويف الأنفية اليسرى واليمنى راح تتكون من جزئين، راح تتكون من جزئين، اكستيرنال ديلتيد والفيستيبول نوزل. إذن راح تتكون هذه التجاويف الأنفية اللي هي يمنى ويسرى، راح تتكون ما يعرف بالتجويف أو الدهليز الخارجي، والتجويف الانترنال نوزل كافيتي، والتجويف الأنف الداخلي. إذن تجاويف الأنفية هي يمنى ويسرى، وهذه اليمنى ويسرى كل واحدة منهن راح تتكون من ما يعرف بالدهليز الخارجي اللي هو يكون متوسع، والتجويف الأنف الداخلي. السكن، الجلد يبدأ بالدخول إلى التجويف الأنفي، إلى داخل هذا التجويف الأنفي، وأيضا يكون هذا
يعني الجلد اللي راح يغطي لنا التجويف الأنفي، راح يحتوي لنا أيضاً على السويت جلاند، الغدد العرقية والغدد السبوشيوس جلاند، الغدد الدهنية. أيضاً يحتوي لنا على الشعر اللي يكون شعر عادة رطب وخشن. هنا بهذه المناطق يتم ترشيح أو مسك المواد أو الجسيمات اللي يكون موجودة مع الهواء في مناطق تجويف الأنفي يحتوي لنا على الشعر الرطب والخشن. هذه هي مواقع لمسك أو ترشيح الجزيئات اللي تدخل، الجسيمات اللي ممكن تدخل مع الهواء داخل هذا التجويف الأنفي. الطبيعة البطانة أو طبيعة الأبيثيليوم اللي يغطي هذا التجويف، احنا كنا نعرف انه الجلد بطبيعته يحتوي لنا على يعني الكيراتينيز سيتوفايت سكويموس ابيثيليال تشو اللي هو النسيج الظهاري الحرشفي المتقرن. من يبدا يدخل للجلد بمسافه داخل التجويف الانفي راح يفقد الجزء المتقرن من عنده، راح يفقد الكيراتينيز، راح يفقد الكرياتين، وبالتالي داخل التجويف الانفي ممكن يفقد الكرياتين ويتحول الى نوع من السيدوستريفايد كلومينال ابيثيليوم اللي هو عباره عن بطانه من بطانه يعني النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب، تدريجيا يتحول من نسيج حرشفي مطبق متقرن، راح يتحول داخل التجويف الانفي الى سيدوستريفايد كلومينال ابيثيليوم اللي هو نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب. طبعا داخل التجويف الأنفي، أو داخل الجمجمة، هناك تركيبين أو ما يعرف بالكهفين أو يعني الغرفتين أو الكهفين داخل الجمجمة اللي هن داخل التجويف الأنفي، يعني يفصلهم حاجز ذني، التركيبين أو الكفين يفصلهم حاجز، هو الحاجز الأنفي العظمي اللي يفصل هذا التجويفين. طبعا مكون من جدار من ثلاثة عظام، هذا الحاجز جدار من ثلاثة عظام يعرف بالكونيكي، بالكونيكي اللي هي هذه العظام اللي تفصل التجويف الأنفي داخل الجمجمة. أيضا ممكن نلاحظ الغشاء المخاطي اللي يغطينا، أجزاء من التجويف الأنفي، الغشاء المخاطي اللي يغطينا أجزاء من جدار التجويف الأنفي اللي يستند على اللامينا بروبي اللي هي الصفيحة الأساسية، وإلها هذه هذا الغشاء المخاطي أو الغلاف المخاطي اللي داخل تجويف الأنفي، إلى دور مهم في عملية تكييف أو تنقية الهواء اللي مستنشق أو الهواء اللي داخل للتجويف الأنفي. إذن التجويف أو التجاويف الأنفية يعني تحتوينا على الكثير من الغدد الدهنية والغدد العرقية، إضافة إلى وجود الشعر الرطب والشعر الخشن، الشعر الرطب اللي خشن. هذا هي مناطق، هذا هو لغرض مسك جزيئات الهواء اللي ممكن تدخل داخل التجويف الأنفي. تدريجياً يتحول الطبقة المغطية للجلد اللي داخل التجويف الأنفي راح تتحول من نسيج ظهاري عمودي مطبق من نسيج حرشفي مطبق متقرن، راح يفقد الكرياتينين ويتحول إلى نسيج ظهاري عمودي مطبق داخل التجويف الأنفي. التجويف الأنفي كتركيب داخل الجمجمة يتكون من يعني من كهفين أو غرفتين مفصولات بحاجز أنفي عظمي يعرف بالكونيكي، هو عبارة عن ثلاثة عظام داخل هذا تفصل هذا التجويف. التجويف الأنفي راح يحتوينا على ميكوزا، على غشاء
مخاطي، هذا الغشاء يغطي معظم جدران تجويف الأنفي ويستند على الطبقة الأساسية أو الصفيحة الأساسية. لهذا الغشاء المخاطي له دور في عملية تكييف وتنقية الهواء المستنشق. واضح شباب؟ واضح واضح عليك. دكتور. واضح دكتور. هنا راح نتكلم عن الأوعية الدموية، الأوعية الدموية اللي تشكل مع الشعيرات الدموية. هذه الأوعية مع الشعيرات الدموية راح تنقل لنا الدم، تنقل لنا الدم بالقرب من السطح النسيج الظهري. هذا اتجاه، هاي الأوعية الدموية راح يكون معاكس لاتجاه الهواء الداخل، وبالتالي ممكن أن يتوفر لنا هذا وجود هاي الشعيرات الدموية ممكن أن تؤدينا إلى تدفئة أو تسخين الهواء الداخل. تسمعون شباب؟ تسمعون عزيزي؟ تمام، هسه رجع الصوت. هنا عندنا الغشاء المخاطي او الغشاء اللي يحيط او يغلف التجويف الانفي راح يحيطون على شعيرات دمويه. هذا سطح الغشاء الطلائي او الغشاء المخاطي راح يحيطون على شعيرات دمويه، ايضا تراكيب من الاوعيه الدمويه الدقيقه المعقده. هذه ايش راح توفر لنا؟ توفر لنا تدفق الدم بهاي المناطق، وبالتالي الدم راح يكون ايضا يحمل لنا الحراره الكافيه لتدفئه الهواء الداخل. اذا راح يدخل الهواء يكون يعني يمر بهذه الشعيرات الدمويه ويدخل داخل الرئتين يكون هواء دافئ نتيجه لحراره الشعيرات الدمويه. ايضا وجود اوعيه، وجود قنوات غدد مصليه مخاطيه اللي يسير ميكوس جلان. هذه الغدد المصليه المخاطيه توفر لنا افرازات مائيه، هاي الافرازات المائيه تساهم في ترطيب الهواء الداخل الى داخل القصبات الهوائيه. ايضا تعمل هذه الطبقه المخاطيه، الطبقه المخاطيه الذين ميوكوس لاير اللي هي طبقه مخاطيه الرقيقه، تنتج هذه الطبقه وتعمل على انتاج ايضا الخلايا اللي تعرف بالجوبلت سيل اللي هي الخلايا الكأسيه اللي تفرز لنا هذه الخلايا مواد مخاطيه. هذه المناطق اللي هي تعد مواقع لمسك الجسيمات الهوائيه او الشوائب المحموله مع الهواء الداخل، ويتم ازالتها في هذه المناطق، يتم ازالتها في هذه المناطق. ايضا افرازات هذه الغدد المصليه المخاطيه افرازاتها راح تحتوينا على ميونو جلوبولين اي اللي هو الاي جي اي اللي هو جلوبولين مناعي. ايضا تحتوينا هذه الطبقه الطلائيه على اللامينا بروبيا اللي هي الصفيحه الاساسيه اللي تستند عليها الخلايا الظهاريه التنفسيه. هذه الظهارة أيضا تحتوينا على ما تعرف بالطبقة الوسطى للظهارة التنفسية، الطبقة الوسطى الريسبيراتوري أبيثيليوم. هذه الطبقة الوسطى تغطي أيضا تجاويف الأنف، وأيضا الطبقة العليا اللي تكون تحتوينا على سبيسيلزايد أوليفاكتوري أبيثيليوم اللي هي ظهارة تنفسية متخصصة في عملية التنفس. إذن راح تغطى الظهارة التنفسية بأوعية دموية وأوعية شعيرات دموية. هذه تدفق الدم داخلها راح ينطينا حرارة، وبالتالي هذه الحرارة ممكن كفيلة بتدفئة الهواء الداخل إلى داخل القصبة الهوائية. ايضا هذا الظهاره التنفسيه اللي موجوده داخل التجاويف الانفيه راح تحتوي لنا على السيريو ميوكوس جلانز اللي هي
غدد مصلية مخاطية، هذه الغدد إفرازاتها من الإفرازات المائية ممكن أن ترطب لنا الهواء الداخل. طبقة المخاطية أيضا تحتوي لنا على غدد من ضمنها غدد الغوبلت سيل اللي هي خلايا كأسية مصلية تفرز لنا خلايا كأسية مخاطية تفرز لنا إفرازات تعمل على مسك الشوائب أو الجسيمات اللي ممكن تدخل داخل تدخل مع الهواء، وبالتالي يتم إزالتها من الهواء الداخل إلى المجرى التنفسي. أيضا من ضمن الإفرازات عندنا ميونوغلوبولين A اللي هو IgA الجلوبولين المناعي A، أيضا تحتوي لنا على بلازما سيل خلايا بلازمية اللي تستند على اللامين نوروبيا الصفيحة الأساسية. هذا المقطع واضح شباب؟ دكتور واضح عزيزي. هذا الشكل التوضيحي، هذا الشكل اللي أمامكم، هذا الشكل التوضيحي. ركز على جزئين. هسه احنا كل اغلب الاشكال اللي اخذناها التوضيحيه يعني قلنا الاطلاع، هذا مو للاطلاع شباب، هذا الشكل التوضيحي اللي امامكم مو للاطلاع. هذا ركز بيه على مسالتين. اذا اجيب لك الابر ريسبيراتوري تراكت واللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو الجزء التنفسي العلوي وجزء التنفس السفلي، راح اقول لك منين متكون جزء التنفس العلوي، اجابتك راح يكون من هذا الشكل. واضح شباب؟ راح تكتب لي، اجيب لك مثلا فراغين، راح تكتب لي نوزيل كافيتي والفارنكس فارنكس. واضح شباب؟ هذا الشكل، هذا الشكل احتمال يحمل سؤال. هذا الشكل اللي امامكم اللي يوضح لك يعني هو ملخص كانه لاغلب الكلام، معظم الكلام اللي حكيناه بالعلم. قلنا الجهاز التنفسي يقسم تشريحيا الى علوي وسفلي، جهاز تنفسي قناه علويه وسفليه. مو إذا أجيب لك القناة الجهاز التنفسي العلوي ما تذكر لي الأربع نقاط، أريدك فقط تذكر لي ذني نوزل كافيتي والفرينكس البلعوم. واضح؟ تجويف الأنفي والبلعوم. واضح شباب؟ أجيب لك فراغين تذكر لي ذني. يعني نحفظ التأشير؟ لا، فقط هاي الكلمات. يعني ما أجيب لك الشكل وأقول لك هذا جزء المؤشر، لا، من أقول لك الجهاز التنفسي العلوي يتكون من فراغ وفراغ. الأبر ريسبيراتوري تراكت أقول لك يتكون من فراغ وفراغ. تكتب لي النوزل كافيتي والفيرنكس. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. متفقين على هذا الشكل، ما راح يكون للإطلاع، هذا شكل احتمال بمعلومة مهمة اللي هي تبسيط للمعلومة اللي ذكرناها بأعلى بالمقطع الأول. صوت هسه واضح شباب؟ نعم دكتور واضح. من أقول لك السفلى هسه تكلمنا عن عليا قلنا احتمال يجن فراغين أو نقطتين اللي هن ذني النوزل كافيتي والفرينكس تجويف الأنف والبلعوم. من أقول لك السفلى انطيني السفلى اللي هن أربع فراغات أو أربع نقاط، لاركس لارنكس وتريكيا والبرونشيا واللونجس اللي هن الحنجرة والرغامي والقصبة أو القصبة الهوائية والرئتين. هاي المجرى التنفس السفلي. واضح؟ إذن العلوي أذك تكتب لي ذن الاثنين فراغين في حالة إذا أجى السؤال من هذا الشكل التوضيحي، والسفلة المجرى التنفس السفلي اللي هو لارنكس وتريكيا وبرونشيا واللونكس الرئتين. إن شاء الله واضح شباب؟ واضح دكتور. مو صعب؟ لا سهل دكتور. هسه راح نتكلم عن الريسبيراتوري ابيثيليوم اللي هي النسيج الظهاري المكون والنسيج الظهاري التنفسي. الريسبيراتوري ابيثيليوم اللي هو النسيج الظهاري التنفسي او الظهاره التنفسيه. التجويف الانفي او التجاويف الانفيه نوزل كافيتيز، التجاويف الانفيه راح تكون معظمها راح تكون مغطاه بالميكوزا، مغطاه بالغشاء المخاطي. ايضا اسفل الغشاء المخاطي راح نلاحظ وجود
سيليتد سيدوستريتفيد كلومينال أبيثيليوم اللي هي النسيج الظهاري العمودي المهدب المطبق الكاذب. نسيج ظهاري عمودي مهدب ومطبق كاذب. هذا النسيج عبارة عن خلايا عمودية. هذا النسيج اللي هو سيليتد سيتوفايد كلومينال أبيثيليوم هذا عبارة عن صف من الخلايا العمودية. قمة الخلايا العمودية أو الجزء العلوي بالخلايا العمودية راح تونا على بروزات بروتوبلازمية تعرف بالميكوفيليا اللي هي الأهداب الدقيقة كأنه مثل الفرشات. الأهداب الدقيقة الجزء العلوي من هاي الخلايا العمودية راح تونا على أهداب دقيقة. واضح شباب؟ إذن النوزل كافيتيز التجاويف الأنفية معظمها راح تغطى بالميكوزا بالغشاء المخاطي. أسفل الغشاء المخاطي راح نلاحظ وجود النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب المهدب. واضح؟ هذه الخلايا العمودية اللي هي لايك بروش سيلز اللي هي أشبه بخلايا الفرشات أو خلايا الفرشات أشبه بالفرشات راح تكوننا هذه الخلايا 3% تقريباً من خلايا للرسبيراتوري أبيثيليوم من خلايا المكونة للنسيج الظهاري التنفسي. نسبتها راح تكون 3% من النسيج الظهاري التنفسي. طبعاً النسيج الظهاري التنفسي يعرف بالرسبيراتوري أبيثيليوم اللي هو مكون من ميكوزا غشاء مخاطي وأسفل من عنده اللي هو سيليتد سيدوستريتوفايد كلومينال أبيثيليوم. هذا يعرف بريسبيراتوري أبيثيليوم. واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ واضح دكتور. تمام. إذا أجيب لك النسيج الظهاري المبطن للتجاويف الأنفية مكون من فراغ وفراغ اللي هو ميكوزا وسيليتد سيدو سيتوفايد كلومينال أبيثيليوم. واضح؟ طبعا هاي الخلايا تعرف الخلايا العمودية اللي مكونة لهذا الغشاء الظهاري العمودي المطبق الكاذب المهدب. هذه الخلايا العمودية بما أنها تحتوينا على بالجزء العلوي على تراكيب يعني مايكروفيليا اللي هي الأهداب الدقيقة تعرف بالبروش سيلز اللي هي الخلايا الفرشات يسموها بخلايا الفرشات. نسبتها بالنسيج التنفس النسيج الظهاري التنفس 3% نسبة هاي الخلايا بالنسيج رسبيراتوري أبيثيليوم نسبتها 3% فقط. واضح عزيزي؟ واضح. يحتوينا الأبيثيليوم يحتوينا على 5 أنواع من الخلايا. إذن هذا النسيج رسبيراتوري أبيثيليوم ممكن نلاحظ به 5 أنواع من الخلايا. 5 أنواع من الخلايا 1 2 3 4 5 بحدد لكم اياها بنقاط حتى تبرز. واضح. هذا النسيج الظهاري التنفسي اللي هو رسبيراتوري أبيثيليوم منين مكون؟ من أي خلايا مكون؟ مكون هذا النسيج من 5 أنواع من الخلايا. هذه الأنواع هي كالتالي نعطيكم إياها على شكل نقاط. سيليتد كلومينال سيلز اللي هي الخلايا العمودية المهدبة هذا بالدرجة الأولى الخلايا العمودية المهدبة يعني احتمال اجيب لك اياها اقول لك فقط عدد لي اياها ذن الخلايا المكونه الخلايا الخمسه المكونه للجهاز للنسيج الظهاري التنفسي تعدد لي فقط ذني واحتمال وحده من عدهن تشرح لي اياها او بصيغه تعريف. اذا نتكلم عن الخلايا الخمسه المكونه للنسيج الظهاري التنفسي نبدا بالنوع الاول اللي هو سيليتد كلومينال سيلز اللي هو الخلايا العموديه المهدبه. هذه الخلايا تكون متوفرة يعني موجودة بكثرة يعني كل وحدة من عدهن تحتوينا على 250 إلى 300 من الأهداب السيلية. 250 إلى 300 من الأهداب بالجزء القمي بالجزء العلوي من عدها بالسطح العلوي من عدها. عندنا الجوبل سيلز اللي هي الخلايا الكأسية
الخلايا الكأسية النوع الآخر، الخلايا الكأسية، وهذه الخلايا أيضا موجودة في يعني عدة مناطق من النسيج الظهاري التنفسي. هذه الخلايا يعني راح تحتوينا على خلايا، تحتوينا على نواة قاعدية البازل نيوكلي، نواتها تكون قاعدية، والسطح القمي لها يكون أو الجزء العلوي لها يكون مملوء بحبيبات، يكون مملوء ب filled with granular of myosin اللي هو الجلايكوبروتينز، بيكون مملوء من بحبيبات من البروتينات السكرية. إذن هذه الخلايا الكأسية جزءها القاعدي يحتوينا على نواة الجزء القاعدي، الجزء القمي راح يحتوينا على حبيبات اللي هي حبيبات من السكري، البروتينات السكرية اللي الجلايكوبروتينز، حبيبات تركيبها الكيميائي هي بروتينات سكرية. النوع الثالث من الخلايا اللي هو بروسيلز اللي هو خلايا الفرشات. النوع الثالث من الخلايا هو خلايا الفرشات، وهذه الخلايا هي خلايا عمودية، عددها قليل، السطح الخلايا عمودية ويكون عددها قليل، السطح القمي إلها يكون صغيرة ومتفرقة، سطح القمة لها يكون صغيرة أو قليلة ومتفرقة. راح تحتوينا هذه الخلايا أو البروسيلز راح تحتوينا على المايكروفيليا اللي هي الأهداب الدقيقة أو الأهداب الدقيقة بالسطح القمة لها، راح تكون مهدبة بأهداب دقيقة. هذه الخلايا البروسيلز تعد كمستقبلات كيميائية، تعد الكومو ريسونسوري ريسبيراتورز اللي هي تعد كمستقبلات، هذه الخلايا الهدبية الدقيقة اللي موجودة بقمة الخلايا الفرشات تعد كمستقبلات كيميائية حسية، مستقبلات كيميائية حسية تشبه نوعا ما الخلايا المعدية أو الخلايا الموجودة في المعدة، أي تشبه عمل الخلايا الموجودة في المعدة من إيصاء، يعني أنه تحتوينا على مستقبلات كيميائية حسية. أيضا مكوناتها هي نقل، راح تنقل لنا الإشارات، وتوصل لما يعرف بالمشابك العصبية أو النهايات النيرفس إندينجز، النهايات العصبية تنقلنا الإشارات وتوصل الإشارات إلى النهايات العصبية اللي يرتبط بالبازل سيرفس اللي هو السطوح القاعدية. أسفل السطوح القاعدية عندنا مشابك أو نهايات عصبية راح تنتقل للعاز العصبي الحسي من قمة الخلايا يعني بروسيلز الخلايا الفرشات إلى الجزء القاعدي من الخلايا اللي هو يحتوي الجزء القاعدي على مشابك أو ما تعرف بالنهايات النيرفس إندينج، النهايات العصبية. السمول جرانيولر سيلز اللي هي الخلايا الحبيبية الدقيقة أو الخلايا الحبيبية الصغيرة، سمول جرانيولر سيلز اللي هي الخلايا الحبيبية الصغيرة أو تعرف بخلايا كولتشيسكي، خلايا كولتشيسكي أو الخلايا الحبيبية الصغيرة. هذه الخلايا هذه الخلايا تمتلك حبيبات قاعدية وقطرها
قطر هذه الحبيبات من 100، او قطر هذه الخلايا عفوا من 100 الى 300 نانومتر، من 100 قطرها الى 300 نانومتر. هذه الخلايا تعد او يعني تشبه الخلايا الغدية للإندوكراين سيلز، الخلايا الغدية للغدد الصماء المعوية الموجودة في الأمعاء. هذه الخلايا، الخلايا الحبيبية الصغيرة، تشبه نوعا ما الخلايا الغدد الصماء الموجودة في الأمعاء. النوع الآخر أو النوع الأخير من الخلايا اللي تعرف بالبازل سيلز، الخلايا القاعدية. هذه الخلايا القاعدية اللي هي اكتيفي اكتيف، اللي هي خلايا نشطه بالانقسام. هذه الخلايا القاعده تكون خلايا نشطه بالانقسام، وبالتالي الانقسام المستمر لهذه الخلايا القاعديه راح يؤدي الى انه تعطينا خلايا الابيثيليال سيل، الخلايا الظهاريه الاخرى. يعني راح تعطينا انواع من الخلايا الظهاريه الاخرى، اي تزود النسيج التنفسي او تزود النسيج الظهاري التنفسي بانواع من الخلايا الظهاريه الاخرى. بمعنى انه هذه الخلايا تعد كخلايا جذعيه، ستيم سيل تعد كخلايا جذعيه، وهي خلايا نشطه بالانقسام، وبالتالي ممكن ان تعطينا العديد من الخلايا الظهاريه للانواع الاخرى. واضح عزيزي؟ النسيج الظهاري واضح انه انواع الخلايا الخمسه المكون النسيج الظهاري، يا اما اقول لك فقط انه تعدد لي اياهم فقط تعداد، او اجيب لك اي وحده من عندهم ممكن فشرح توضيحي عن اي وحده من عندهم، وانا منطيك اياهم علم لك اياهم بعلامات حتى يكونن واضحات اثناء القراءه. واضح عزيزي؟ شباب واضح؟ والله دكتور. دكتور يعني البيزل سيلز مو متخصصات؟ لا، هي بالأصل ستيم سيلز، خلايا جذعية، هذه معروفة بانقساماتها النشطة، راح تنقسم انقسام نشط، وبالتالي راح تزود النسيج اللي هو ريسبيراتوري ابيثيليوم، نسيج الظهاري التنفسي، راح تزوجه عفوا الزوجة بأنواع من الخلايا الظهارية أعلاه. واضح؟ أي نقص في الخلايا الظهارية اللي في أعلى ذني، هذه الخلايا القاعدية راح تنطينا تتحولنا إلى أنواع لهذه، تنقسم وتنطينا نوع الخلايا، تنقسم احتمال تعطينا الجوبل سيار، تنقسم تعطينا سيليتيد كلومنال سيار، وتنقسم تعطينا بروش سيار. واضح؟ أصل دن الخلايا من هذا الخلايا القاعدية. وضع عزيزي؟ إيه دكتور راح. فكتري أبثيريوم، اللي هو فكتري أبثيريوم اللي هو نسيج الظهار الشمي أو الظهارة الشمية، ما تعرف بالظهارة الشمية. هذا نسيج الظهار الشمي راح يحتوينا يعني الكيموريسبيراتورس اللي هو المستقبلات الكيميائية. الفاكتوري كيموريسبيراتورس اللي هو المستقبلات الكيميائية الشمية اللي مسؤولة عن الإحساس ومسؤولة عن الإحساس بالرائحة، مسؤولة عن الإحساس بالرائحة. يعني هذه هي مواقع عند الإنسان الأدلت هيومنز، عند الإنسان أو الأشخاص البالغين، حوالي يعني سمك هاي هذا الظهارة الشمية، سمكها حوالي 10 سنتيمتر مربع بالأشخاص البالغين، 10 سنتيمتر مربع مساحتها، العفو 10 سنتيمتر مربع، وسمكها ثكنس سمكها 100 نانومتر، 100 مايكرومتر، 100 مايكرون. إذن سمك هذه الظهارة التنفسية في الإنسان البالغ هو 10 سنتيمتر مربع كمساحة، مساحتها هذه الظهارة التنفسية في الإنسان البالغ مساحتها 10 سنتيمتر مربع، وسمكها 100 مايكرون. هذه الظهارة هي سيدوستريفيل كلومنال أبيثيليوم، هي عبارة عن نسيج ظهار عمودي مطبق كاذب، يحتوينا على ثلاث أنواع من الخلايا، يحتوينا على ثلاث أنواع
من الخلايا. النوع الأول اللي هو الفاكتوري نيورونز، الفاكتوري نيورونز اللي هو الظهارة الشمية العصبية أو الخلايا العصبية الشمية. الخلايا العصبية الشمية، إذن الظهارة الشمية تحتوينا على ثلاث أنواع من الخلايا. النوع الأول من هذه الخلايا هو الفاكتوري نيورونز اللي هي تعرف بالخلايا العصبية الشمية. هذه الخلايا هي البيبولر نيورونز، نقصد بها الخلايا العصبية ثنائية القطب، خلايا عصبية ثنائية. بالمناسبة الخلايا العصبية تقسم إلى عدة أنواع، ممكن أنه نلقى خلايا عصبية أحادية القطب الكاذب، ممكن أنه نلقى خلايا عصبية أحادية القطب، ممكن نلقى خلايا عصبية ثنائية القطب، وممكن نلقى خلايا عصبية متعددة الأقطاب. طبعا هذا التقسيم يعتمد على تقسيم الإكسون، تقسيم المحور، من يخرج المحور من جسم الخلية العصبية ممكن أن يعطينا عدة انقسامات، مرة يعطينا يعني أحادي كاذب، مرة يعطينا أحادي، مرة يعطينا ثنائي، مرة يعطينا متعدد الأقطاب. إذن في الأفكتري أبثيليوم، في الظهارة الشمية، راح نلاحظ وجود خلايا عصبية شمية اللي هي الأفكتري نيورونز. هذه الخلايا تصنف بالبيبولر نيورونز اللي هي خلايا ثنائية القطب، الخلايا العصبية من نوع الخلايا العصبية ثنائية القطب. هذه الخلايا ممكن تكون موجودة على طول الأبثيليوم، على طول النسيج الظهاري للظهارة الشمية. هذه الخلايا العصبية ثنائية القطب أو تعرف بالخلايا العصبية الشمية موجودة على طول النسيج الظهاري الشمي. هذه نواتها راح تكون غير منتظمة، نواتها راح تكون غير منتظمة وتقع بالقرب من منتصف هذه الظهارة السميكة، تقع في منتصف النواة، تقع في منتصف هذه الظهارة السميكة. أيضا الأبيكال اللي هو الأبيكال بول اللي هو القطب القمي أو الجزء العلوي من هذه الظهارة للخلايا الشمية الفاكتوري سيل، هذه الخلية الشمية الجزء القمي أو الجزء العلوي للخلية الشمية، هذه نهايتها راح تكون نهاية تعرف النهاية التشنجية اللي تحتوينا على أشبه بالمقابض أو التورمات، سويلينج، أشبه بالمقبض أو التورم. هذا التورم راح يحتوينا على تقريبا 10 أجسام قاعدية، على مجموعة من الأجسام القاعدية. هذه الأجسام القاعدة راح تنطلق من عندها الأهداب، راح تنطلق من عندها اللونج سيليا اللي هي الأهداب الطويلة، تنطلق من عندها إلى الطبقة المحيطة بهذه الخلايا. أيضا هذه الأهداب، راح تحتوينا على محاور عصبية، بس هذه المحاور تكون غير موصلة، الإكسون نيورونز، هذه المحاور تكون محاور عصبية غير موصلة، وهذه من تجتمع هذه المحاور العصبية تجتمع بمجموعها راح تنطينا سطح لارج سيرفيس، سطح كبير، راح تنطينا سطح كبير يعد كمستقبلات كيميائية، يعد هذا السطح كمستقبلات كيميائية. إذن مجموع الأهداب للخلايا العصبية الشمية بمجموعها راح ينطينا محاور، هذه المحاور تعد كمستقبلات كيميائية عبر الغشاء. أيضا هذه المستقبلات، واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ لو عيده دكتور، عيده على السريع. تمام، عندنا ظهارة تعرف بالألفكتري أبثيليوم اللي هي الظهارة أو النسيج الظهاري الشمي، النسيج الظهاري الشمي.
هذا النسيج، هذا النسيج الظهاري الشمي يعد كمستقبلات كيميائية شمية، الفكتوري كيمو ريسبترز، مستقبلات كيميائية شمية. هذه المستقبلات، هذه المستقبلات تعد مواقع للإحساس أو مواقع للشعور أو الإحساس بالرائحة، مواقع الإحساس بالرائحة. طبعا راح تتكون، راح تتكون من طبقة متخصصة من الغشاء المخاطي، طبقة متخصصة من الميوكاس ممبرين اللي هو الغشاء المخاطي، راح يغطى بالغشاء المخاطي. هذا الغشاء يغطينا بالتالي امتدادا للتجويف الفمي، اللي هو امتداد للغشاء المخاطي اللي يغطي التجويف الفمي. في الادلت هيومنز، بالانسان، بالناس البالغين، مساحته هذا الغشاء او هاي الطبقه الشميه، الطبقه الطلائيه الشميه، مساحتها راح تكون 10 سنتيمتر مربع. سمكها راح تكون 100، سمكها راح يكون 100 مايكرون. وهذه الظهارة العمودية، هذه الظهارة العمودية الرقيقة تحتوينا على ثلاث أنواع من الخلايا. هذه الظهارة الشمية راح نلقى بعد عملية الفحص راح نلقاها مكونة من ثلاثة أنواع من الخلايا. النوع الأول اللي هو الفكتوري نيورونز، اللي هو الخلايا العصبية الشمية، خلايا العصبية الشمية. هذه الخلايا العصبية الشمية هي من نوع الخلايا العصبية اللي تعرف بالبيبولار نيرونز، اللي هو الخلايا العصبية ثنائية القطب، خلايا العصبية ثنائية تمتد. هذه الخلايا العصبية الشمية أو الخلايا العصبية ثنائية القطب تمتد على امتداد هذه الظهارة، تمتد على امتداد هذه، تكون موجودة على امتداد هذه الظهارة. النواة إلها راح تكون بالقرب من منتصف الجزء، يعني منتصف هذه الظهارة، الجزء القمي، الجزء القمي لهذه الخلايا الشمية، الجزء القمي لها راح يحتوينا على ما يعرف بالتورمات، سويلينج، تورمات. هذه التورمات أو الخلايا الأجزاء المنتفخة لها راح يحتوينا على أهداب بالشيمات، وأهداب تنطلق من هذه الأهداب اللي توجد محاذية للطبقة المحيطة لها. هذه الأهداب تعد كمحاور، هذه الأهداب تعد كمحاور عصبية غير موصلة. بمجموع هذه الأهداب، من تجتمع هذه الأهداب راح تعد كمستقبلات كيميائية عبر هذا الغشاء. واضح عزيزي؟ واضح دكتور. شكل توضيحي، شكل توضيحي هذا الشكل للتجويف الأنفي، مقطع مقرب لهذا الشكل راح يوضح لنا الخلايا العمودية المطبقة الكاذب. أيضا داخل هذه الخلايا ممكن لاحظ الخلايا الكأسية، أعلى هذا الجزء، هاي القنوات، أعلى هذا الجزء هو الغشاء المخاطي. ماخذين مقطع تشريحي لهذا الجزء، مقطع تشريحي لهذا الجزء هو هذا، راح نلاحظ الجزء القاعدي اللي هو هنا، والخلايا العمودية اللي هي هذه الخلايا العمودية. هذا يعرف بالنسيج الظهاري الشم. عندنا المستقبلات، المستقبلات الحسية، قلنا المستقبلات راح هذه المستقبلات راح ترتبط مع المواد اللي تحتوينا على الرائحة، أو جزيئات تحتوينا على المواد تحتوينا على الرائحة، وبالتالي راح تولد لنا تكون أماكن يعني على طول المحور الإكسون، على طول المحور الممتد من الأجزاء القاعدية باتجاه الخلايا النيرونز، الخلايا العصبية الحسية. إذن هذه المستقبلات راح تمسك بالمواد اللي تحتوينا على الراحة وتنقل لعاز للجزء القاعدي اللي يحتوينا على الخلايا العصبية. هذه المحاور راح تترك الأبيثيليوم، راح تترك الظهارة أو النسيج الظهاري وتتحد مع
اللامنا بروبيا اللي هي الصفيحة الأساسية أو الصفيحة القاعدية، وبالتالي تنقل الإيعاز، تنقل الإيعاز العصبي من هذه الأجزاء، تنقل الإيعاز العصبي إلى البرم، تنقل إلى الدماغ، عفوا المخ، اللي يشكل هذا الانتقال راح يشكل المحور العصبي الشمي اللي يعرف بالكرينيال نيرف 1، يعني المحور العصبي القحفي الأول. هذا المحور العصبي يلتقي مع النهايات العصبية للمشابك العصبية إلى أن يصل إلى ما يعرف بالفكتوري بولب أوف ذا فيرن، اللي هو بصلة الدماغ الشمي، يعني الجزء الدماغ المسؤول عن الإحساس ب حاسة الشم، بمعنى أنه هاي الظهارة الشمية راح تحتوينا على محاور للخلايا العصبية تستند على الصفيحة الأساسية. هذه المحاور راح تنقل الإيعاز والإحساس بعد مسك جزيئات المسؤول من جزيئات الجزيئات بالهواء المسؤولة عن، يعني جزيئات الهواء اللي تحتوينا على الرائحة، راح تنقل الإيعاز بهذه، تنقل الإيعاز العصبي إلى الخلايا القاعدية، وبالتالي تنقل هذه المحاور إلى ما يعرف بالكرينيال نيرف 1 اللي هو العصب القحفي الأول. هذا ينقل لنا المشابك العصبية، ينقل إيعاز المشابك العصبية، ومنها تنتقل إلى ما يعرف ببصلة الدماغ الشمية اللي هي مسؤولة عن الإحساس بحاسة الشم. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. النوع الثاني من الخلايا، النوع الثاني من الخلايا هو السبورتنج سيلز اللي هو الخلايا الداعمة أو الخلايا الساندة. هذه الخلايا هي عبارة عن كلونر اللي هي خلايا عمودية. هذه الخلايا الداعمة هي خلايا عمودية، قاعدتها، قاعدة هذه الخلايا تكون قاعدة أسطوانية، سيلندرز، قاعدة ضيقة، تكون قاعدة أسطوانية، تحتوينا هذه القاعدة على نواة، وتمتد هذه الخلايا إلى الفلود لير اللي هي الطبقة السائلة، تمتد هذه الخلايا إلى الطبقة السائلة، واللي ترتبط أيضا مع مجموعة، ترتبط مع مجموعة من الخلايا الداعمة اللي تعرف الخلايا الشمية الأوفكتوري سيلز. هذه الخلايا الداعمة خلايا عمودية قاعدة أسطوانية تحتوي على نواة، هذه الخلايا تكون ملامسة للطبقة السائلة. مجموعة هذه الخلايا راح تكون خلايا ساندة أو داعمة للخلايا الشمية. النوع الآخر اللي هو البازل سيلز اللي هو الخلايا القاعدية. هذه الخلايا طبيعتها راح تكون خلايا صغيرة، خلايا صغيرة شكلها كروي، شكلها كروي أو مخروطي، شكلها كروي أو مخروطي، تستند أو تقع بالقرب من البازل لامنة، بالقرب من الصفيحة القاعدية. هذه الخلايا القاعدية راح تقع بالقرب من الخلايا أو تستند على الصفيحة القاعدية. لهذه الخلايا أو تعرف هي الخلايا الستيم سيل، تعرف بالخلايا الجذعية أو الخلايا القاعدية. هذه الخلايا لها نوعين، لهذه الخلايا نوعين أيضا. هذه الخلايا ممكن أنه تحل محل الخلايا الأوفكتوري نيورونز اللي تحل محل الخلايا العصبية الشمية. كل شهرين إلى 3 أشهر هذه الخلايا القاعدية اللي هي أصلاً خلايا ستيم سيل، خلايا جذعية، ممكن أنه تحل محل الخلايا العصبية الشمية كل شهرين إلى 3 أشهر، بالتالي تدعم الطبقة أو تدعم الظهارة الشمية باستمرار، تدعم الخلايا الشمية
باستمرار. ايضا عندنا الصفيحه الاساسيه اللامنا بروبيا اللي هي تستند عليها الفاكتوري إبيثيليوم، تستند عليها الظهاره الشميه. ايضا هذه تحتوي لنا على غدد مصليه كبيره، تحتوي لنا على اللارج سيروس جلاند، تحتوي لنا على غدد مصليه كبيره. وهذه الغدد الشميه الفاكتوري جلاند تعرف بالبومان، تعرف ايضا بغدد بومان او الغدد الشميه. هذه الغدد تنتج لنا، تنتج هذه الغدد يعني سوائل، تنتج هذه الغدد السوائل اللي ممكن انه تحيط، هذه السوائل تحيط بالاهداب الشميه الفاكتوري سيليا. هذه الغدد الشميه راح تنتج لنا سوائل راح تحيط بالاهداب الشميه، وبالتالي ممكن ان نسهل من عمليه وصول المواد اللي تمتلك روائح. إذن الغدد لو الخلايا القاعديه اللي تستند على الصفيحه الاساسيه او الصفيحه القاعديه هي عباره عن خلايا ستيم سيل، خلايا جذعيه. هذه الخلايا تمتلك نوعين اخرى من الخلايا، ممكن هذه الخلايا القاعديه والخلايا الجذعيه تمد الخلايا العصبيه الشميه كل شهرين او ثلاثه اشهر. ممكن ان نزود الطبقه الشميه او الطبقه الظهريه الشميه، تمد زودها بخلايا عصبيه شميه تدعم هذه الخلايا، تستند الخلايا على الصفيحه الاساسيه، وبالتالي تحتوي لنا على غدد مصليه سيروس، غدد مصليه كبيره سيروس جلاند تعرف بالغدد الشميه او غدد بومان. تنتج هذه الغدد ماده سائله، هذه الماده ممكن ان تحيط بالاهداب الشميه وبالتالي تسهل من عمليه وصول الرائحه. واضح شباب؟ هذا النوع الثالث من الخلايا، وانا معلمكم اياه هذا النوع، يعني انواع الخلايا الثلاثه بهالشكل هذا. واضح؟ بنقاط واضحه. واضح شباب؟ واضح جدا. فرينكس اللي هو البلعوم، البلعوم التجويف الانفي يفتح، التجويف الانفي يفتح خلف ما يعرف بالنوزل فرينكس اللي هو خلف البلعوم الانفي، خلف الجزء الاول من البلعوم، خلف البلعوم الانفي اللي هو الجزء الاول من البلعوم. ممكن انه الجزء البلعوم الانفي يتواصل او يتصل مع ما يعرف بالاورون فرينكس اللي هو البلعوم الفم. اذا ممكن انه البلعوم الانفي يتصل مع البلعوم الفم، البلعوم وهذا الجزء هو يعرف بالجزء الخلفي من التجويف في الفم، الجزء الخلفي من الاورال كافيتي من التجويف في الفم. ايضا يؤدي الى الرينكس والأزوفيغاس، هذا يؤدينا إلى الحنجرة والمريء، يؤدينا إلى الحنجرة والمريء. طبعا هذا عكس السيتوفايد سكويموس أبثيريوم، عكس النسيج الظهاري الحرشفي المطبق اللي غطينا الأورال فرينكس، اللي غطينا البلعوم الفمي بلعوم الأنفي. تركيبة أو تركيبة نسيجية عكس البلعوم الفمي اللي يتكون لنا من نسيج ظهاري عمود، نسيج ظهاري حرشفي مطبق. النسيج الظهاري المطبق، النسيج الظهاري المغطي للظهارة التنفسية هو ميوكوزا، نسيج مخاطي، نسيج مخاطي يبطل لنا او يغطي لنا الطبقه الفرينجال تونسل اللي هو البلعوم او اللوزات البلعوميه،
وايضا الفتحات للانابيب السمعيه، فتحات للانابيب السمعيه، وايضا الجزء تجويف للقناه التجويف الاذن الوسطى. ايضا هذا النسيج ممكن ان يغطي لنا اللوزات البلعوميه والفتحات التنفسيه والجزء الداخلي او الجزء الوسطي، الجزء الداخلي من التجويف الاذن الوسطى. واضح شباب؟ هذا الجزء لو عيده. واضح دكتور. واضح دكتور. ننتقل للرينكس اللي هي الحنجره. كأحد أعضاء الجهاز التنفسي، رينكس الحنجرة يعني هي عبارة عن ممر قصير أبعاده 4 سنتيمتر في 4 سنتيمتر. هذا الممر يقع بين الرينكس والتريكية، يقع بين البلعوم والرغامي. الحنجرة ممر صغير أبعاده 4 سنتيمتر في 4 سنتيمتر، يقع بين البلعوم وال التركية الرغامي أو القصبة الهوائية، نفس التسمية الرغامي أو القصبة الهوائية. طبعا هذا الحنجرة جدارها راح يحتوينا على الهايلين كاترج، راح يحتوينا على الغضروف الزجاجي بالتركيب النسيجي له. الحنجرة جدارها راح يحتوينا على الهايلين كاترج، الغضروف الزجاجي، ايضا ممكن يحتوي لنا على الثايرويد ويعني الغدد الدرقيه، وممكن نلاحظ الغدد الليمفيه والغضاريف والشرايين السفليه. ايضا ممكن نلاحظ السمولر الستيك كاترجز اللي هي الغضاريف المرنة الصغيرة، ممكن نلاحظها ضمن التركيب النسيجي للحنجرة. وأيضا ممكن نلاحظ اللسان المزمار، الإيبوغلوتيتس لسان المزمار، وأيضا الكابلاري. ممكن نلاحظ أيضا الغضاريف والغضاريف الشريانية العليا. ترتبط جميعها بأربطة، هذه ترتبط جميعها بأربطة لإسناد التراكيب الداخلية للحنجر. أيضا يكون المجرى الهوائي يكون هذه بالتالي يكون دائما يكون هذا المجرى الهوائي مفتوح، وحركة الغضاريف أو حركة هذه الغضاريف راح تعتمد على السكيلتال ماسلز، راح تعتمد على العضلات الهيكلية اللي تحيط بيها، وبالتالي هذه العضلات الهيكلية ممكن أن تساهمنا في إنتاج أو إحداث الأصوات، ممكن تساهمنا في إنتاج أو إحداث الأصوات. إذن كحنجرة تركيب هو عبارة عن ممر صغير مساحة يعني مسافته 4 في 4 سنتيمتر، يقع بين البلعوم والتريكية يعني القصبة الهوائية. جدار إله راح يكون يحتوينا على الهايلين كاترج، على الغضروف الزجاجي، واللي مكون من التراكيب أدنى. أيضا ممكن أن نلاحظ غضاريف مرنة صغيرة والتراكيب اللي تغطي هذه الغضاريف. أيضا هذا الجدار راح يحتوينا أيضا يساهمنا في أنه تكون المجرى التنفسي دائما مفتوح، والغضاريف اللي مكونة لللارينكس ممكن أنه تحاط بصف من العضلات الهيكلية. هذه العضلات ممكن أن تساهم في إنتاج الأصوات. واضح شباب لهنا؟ عندنا الإيبوغلوتس اللي هو لسان المزمار،
الإيبوغلوتس المعروف بلسان المزمار. هذا هو عبارة عن تركيب مسطح plated structure، تركيب مسطح. هذا التركيب يكون يوجد في الحافة العلوية من الحنجرة، يوجد في الجزء أو الحافة العلوية من الرينكس من الحنجرة. يعمل الأبيغلوتس، يعمل لسان المزمار على منع دخول الطعام، يعمل على منع دخول الطعام أو السوائل، منع دخول الطعام أو السوائل أثناء عملية البلع. السطح العلوي، السطح العلوي للطبقة أو السطح العلوي للحنجرة مغطى بالنسيج ظهاري حرشفي مطبق وستريفايد سكويموس أبثيليا. السطح العلوي مغطى بنسيج ظهاري حرشفي مطبق. بعدين هذا النسيج تدريجيا راح ينتقل ويتحول الى سيليتد سيدوسيل في الكلومينر ابيثيليوم، راح ينتقل يتحول الى نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب مهدب. ايضا راح نلاحظ وجود مزيج من الميكسد ميوكوس اند سيروس جلاند، يعني نلاحظ وجود الغدد المصليه والغدد المخاطية، الغدد المصلية والغدد المخاطية المختلطة اللي تستند على اللامينا بروبر، تستند على الصفيحة الأساسية. واضح شباب؟ الحنجرة كتركيب ولسان المزمار. واضح عزيزي؟ واضح دكتور. نعم دكتور واضح. هذا شكل توضيحي لمقطع عرضي في الحنجرة، هذا للاضلاع، شكل توضيحي مقطع عرضي للحنجرة هذا للاضلاع. طبعا عندنا لسان المزمار او أسفل لسان المزمار والحنجرة راح تحتوينا على الغشاء المخاطي اللي داخل التجويف، وأيضا يحتوينا على زوجين أو جزئين من الطيات اللي تمتد بمسافة داخل الحنجرة. الجزء أيضا عندنا زوجين أو زوجين من الطيات السفلية بغطينا هذه زوجين من الطيات السفلية اللي تعرف بالطيات الصوتية الفوكال فولدز اللي هي عبارة عن كورس، عبارة عن حبال. هذه الحبال أو أزواج من الطيات السفلية أو الحبال تعرف بالحبال الصوتية، إلها أهمية، إلها أهمية في إنتاج الصوت. هذه الحبال الصوتية أو الطيات الصوتية هي مهمة في عملية sound productions، عملية إنتاج الصوت. شنو أهميتها؟ هذه ثلاث نقاط، هذه أهمية الحبال الصوتية في إنتاج الصوت. حتى تنتج الصوت لازم تتميز بهذه المميزات الثلاثة اللي هو أولاً هذه راح تغطينا كبرت وراح تغطى بظهارة حرشوفية مطبقة غير متقرنة. الميزة الأولى إلها لأنه راح تحتوينا تكون مغطاة بظهارة حرشوفية مطبقة غير متقرنة، وبالتالي راح تحمي الغشاء المخاطي، راح تحمي الغشاء المخاطي، تحمي من عملية التآكل وعملية الجفاف نتيجة لحركة الهواء. اثنين راح تحتوينا على حزم كثيفة ومنتظمة، حزم كثيفة ومنتظمة
من الاليستيك كونكتيف تيشو من النسيج الضام المرن حزم كثيفه منتظمه من نسيج ضام مرن تدعم هذه تدعم الجزء او الحافه الحره تدعم الحافه الحره او الجزء الحر من الطيات الصوتيه هذه الحزم تدعم الحافه الحره او الجزء الحر من الطيات الصوتيه الميزه الثالثه انه داخل او في عمق ال عمق ال deep of the mucosa عمق الغشاء المخاطي هو راح يحتوينا على ايضا حزم كثيفه او حزم كبيره من الالياف المخططه اللي هو stated fibers من الالياف المخططه هذه تضم العضلات راح تضم لنا العضلات اللي تسمح هذه العضلات تسمح بنقل الطيات نقل الطيات الصوتية يعني تسمح بحركة الطيات الصوتية وبالتالي نقل الصوت عضلات الصوت العضلات اللي موجودة في الحنجرة عضلات الصوتية عضلات الصوت الموجودة في الحنجرة تعمل على سحب الطيات الصوتية وتقربها سحب الطيات الصوتية وتقربها مع بعضها البعض وتؤدي بالتالي إلى تضيق الفتحات فيما بينها عضلات الطيات الصوتية راح تسحب الحبال الصوتية وتقربها مع بعضها البعض وبالتالي تقل الفتحات بين هذه الطيات الحافة المرنة اللي تكون مواجهة للهواء الخارج من الرئتين راح تهتز تكون مواجهة للهواء الخارج من الرئتين راح تهتز ويسبب اهتزازها انتاج الصوت يسبب اهتزاز هذه الطيات الصوتية او الحبال اهتزازها راح يسبب انتاج الصوت واضح عزيزي هذه النقاط اهمية الحبال الصوتية والطيات الصوتية تكمن الاهمية بوجود هذه الثلاث نقاط واضح عزيزي وانا مأشركم اياها بهالشكل هذا واضح؟ واضح أيضا يتغير تتغير درجة الصوت تتغير ممكن تتغير درجة الصوت وخصائص الصوت أيضا ممكن أنه تتغير عن طريق تغير الطيات الصوتية أو الحبال الصوتية وأيضا تعتمد على عرض الحافة تعتمد على عرض الحافة وحجم الهواء اللي يخرج حجم الهواء اللي يخرج بالتالي راح يتغير مستوى الصوت ننتقل إلى التريكي اللي هي القصبة الهوائية أو تعرف بالرغامي هذه يبلغ طولها 10 إلى 12 سنتيم طبعا هذا بالأدلتس بالإنسان البالغ وأيضا تحتوينا على الغشاء المخاطي ميكوزا تحتوينا على الغشاء المخاطي التنفسي سبيراتوري ميكوزا راح تحتوينا على الغشاء المخاطي التنفسي اللي يستند على لامينا بروفي يستند على الصفيحة الأساسية أيضا يحتوينا على عدد من السيريوميكوزا ميكوزا جلاند يحتوينا على عدد من الغدد المخاطية المصلية هذا الغشاء وتنتجنا اللي هو الووتري ميكوزا اللي هو المخاط المائي أيضا كتركيب يحتوينا على غضاريف زجاجية بشكل حرف سي كتركيب داخلي للتريكي يحتوينا على الهايلين كاتريج غضاريف زجاجية بشكل حرف سي هذه الغضاريف تقع بين الطبقة المخاطية تقع بين السبميكوزا طبقة تحت المخاطية والأدفنتيشية اللي هي الغلالة الخارجية أيضا الطبق هذه الجدار التريكي راح يكون يعني جدار القصبة تجويف القصبة الهوائية راح يكون مفتوح النهايات المفتوحة
النهايات المفتوحة، النهايات المفتوحة للكاترج، للكاترج رينجز، لحلقات الغضاريف، النهايات المفتوحة لحلقات الغضاريف. يعني هي توفر لنا مساحة سطحية في الجهة الخلفية عكس ما موجود في الغضاريف المكونة للأزوفيغاس المريء، عكس ما موجود للغضاريف المكونة للمريء. هذه الغضاريف مكونة المريء يتم سدادها أو سدها نتيجة لوجود حزم من العضلات الملساء، وبالتالي حزم العضلات الملساء. العضلات الملساء المحيطة بالغضاريف الهاين كاترج المكونة للقصب اللي هو تعرف بالتريكيالز ميكوز موسلز، اللي هن العضلات القصبة الهوائية، عضلات القصبة الهوائية. العضلات القصبة الهوائية ممكن أنه ريلاكس، ممكن أنه تسترخي، أو ممكن تسترخي خلال أثناء عملية السويلينج، أثناء عملية البلع. عضلات القصبة الهوائية ممكن أنه يسترخي أثناء عملية البلع ومرور الطعام عبر المريء، وبالتالي داخل المجرى التنفسي. واضح شباب التريكي حجمها و يعني شكلها ومكوناتها اللي تتكون من الهايلين كاترج، و أغلب التفاصيل اللي ممكن تحيط بالعضلات المكونة للتريكي. واضح عزيزي؟ واضح دكتور، واضح. شكل توضيحي، هذا مقطع نسيجي لشكل توضيحي في التريكي مع مقطع عرضي للرغامي أو القصبة الهوائية. للاطلاع برونشال تري أند لونج اللي هي التشجرات للقصبات الهوائية، تشجرات القصبات الهوائية والرئتين أو الرئة، تشجرات القصبات الهوائية والرئة. التريكي القصبة الهوائية تقسم إلى برايمري برونشي، تقسم يعني تقسم بالأساس إلى تقسم بالأساس إلى تو برايمري برونشي، إلى قصبتين هوائيتين. القصبة الهوائية هذه هي تقسم إلى قصبتين هوائيتين في الشكل هذا التوضيحي، تقسم إلى قصبتين هوائيتين عند دخولها إلى الرئة، عند دخولها إلى الرئة. أيضا ممكن نلاحظ وجود مع تقسيم هذه القصبات الهوائية، ممكن نلاحظ وجود الارتريز، الشرايين، فينس، الأوردة، واللمفاتيك فيزلز، الأوعية اللمفاوية. مع انقسامها ممكن دخولها داخل الرئتين، ممكن أيضا أن تدخل داخل الرئتين. مع انقسام القصبة الهوائية ممكن أن تنقسم أيضا وتدخل الشرايين والأوردة والأوعية اللمفاوية إلى داخل تجويف الرئة. هذا شكل توضيحي. عندنا للأسفل أو للخارج راح تظهر لنا ثلاث 3 seconds برونشيا، يعني الثلاث قصبات هوائية ثانوية. للأسفل راح تظهر لنا تقسم إلى ثلاث قصبات هوائية ثانوية، هاي وين بالرايت لون بالرئة اليمنى. تقسيمات القصبات الهوائية داخل الرئة، عندنا ثلاث قصبات هوائية ثانوية بالرئة اليمنى، وجزئيا فقط قسميا بالرئة اليسرى. تبدأ القصبة الهوائية تدخل وتنقسم داخل الرئة، راح تنقسم إلى ثلاث قصبات ثانوية بالرئة اليمنى وقسميا أو جزئيا داخل الرئة اليسرى. تنقسم أيضا القصبات الهوائية وتشكل أيضا فصوص رئوية، تشكل
يعني تتفرع داخل الفصوص الرئوية وتصبح تفرعاتها أكثر، يعني تصبح صغيرة أكثر فأكثر داخل الفصوص الرئوية، تشكل هذه التفرعات ما يقارب 10 إلى 20% من حجم الرئة. تحاط هذه التفرعات ب كونكتيف تشو، بنسيج يعني كبسول، يعني بكبسول او جدار او غلاف من نسيج ضام اللي هو كونكتيف تشو كبسول، وايضا تحاط هذه القصبات ب بامدادات دمويه او يعني ب اوعيه دمويه. ايضا اجزاء الرئه، اجزاء الرئه ممكن انه هذه الاجزاء بسبب تفرعات الرئه الكثيره ممكن انه استئصالها جراحيا، ممكن استئصال بعض الاجزاء جراحيا في حاله انه يكون جزء من نسيج الرئه ديزيز، ممكن انه يكون جزء من نسيج الرئه مريض او يتعرض الى حاله مرضيه، ممكن استئصالها طبعا دون ان يتاثر الجزء الهيرث تشو، ممكن دون ان يتاثر النسيج الصحي او النسيج السليم بسبب كثره التفرعات القصبات الهوائيه داخل الرئه، ممكن استئصال الجزء المريض من هذه القصبات دون ان يتاثر النسيج السليم داخل الرئه. أيضاً عندنا القصبات اللي تكون الترتي اللي برونشيا اللي هي القصبات الثلاثية، أيضاً تؤدي إلى قصبات الثلاثية في الرئة اليمنى، ممكن أيضاً أن تؤدي إلى فروع أصغر، ممكن تؤدي إلى قصبات أو قصيبات أصغر، فروع أصغر، وهذه تدخل إلى الفصوص الرئوية وتعرف بالبرونشيلز اللي هي القصيبات. قصبات مع امتدادها داخل الرئة ممكن أن تتفرع إلى فروع أصغر وتعرف تسمى بالبرونشيلز اللي هي القصيبات. هذه القصيبات تشكل داخل الفصيصات الرئوية، فالتركيب هرمي تشكل تركيب رئوي أو تشكل تركيب هرمي، تشكل شكل هرمي داخل التركيب الرئة، يعني تفرعاتها ممكن أن تشكل شكل أشبه بالتركيب أو الشكل الهرمي. أيضا تحدد هذه القصيبات تحدد هذه القصيبات بنسيج، تحدد أيضا بطبقة رقيقة من نسيج ضام، وتكون هذه القصيبات محاطة بنسيج ضام. تنتقل هذه القصيبات إلى تفرعات أصغر ويصبح التركيب النسيجي، يصبح التنظيم النسيجي داخل داخل الفصوص الرئوية، يصبح التركيب النسيجي يستند على الصفيحة الأساسية. كل ما كان التركيب النسيجي أكثر دقة كل ما كان أكثر بساطة، وبالتالي راح يستند على الصفيحة القاعدية في داخل التراكيب الرئوي. واضح شباب هذا المقطع؟ واضح عزيزي. البرونشيا اللي هي القصيبات الهوائية، القصيبات الهوائية تتفرع، القصيبات الهوائية تكون تتفرع بشكل متكرر، هذه القصيبات الهوائية مع امتدادها داخل الرئة تتفرع بشكل متكرر إلى أن تصبح تدريجيا أصغر وأصغر من ناحية القطر، يصل قطرها إلى حوالي من 1 إلى 2 ملم. الغشاء المخاطي اللي يحيط بالقصبات الهوائية الكبيرة يشبه من ناحية التركيب، يشبه من ناحية التركيب الغشاء المخاطي اللي يحيط ب القصبة الهوائية، باستثناء يعني الغشاء المخاطي اللي يحيط بالقصيبات الهوائية داخل الرئة يشبه الغشاء المخاطي اللي يحيط بالقصبة الهوائية اللي هي التريكي، القصبة الهوائية الرئيسية.
من باستثناء 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 الكاترج والسموث مسل، باستثناء وجود الغضاريف والعضلات الملساء. هنا عندنا البرايمري برونشيا القصبة الهوائية الأولية راح تحاط بحلقات تجويف الداخلية، راح يحاط بحلقات من الغضروف، يحاط بالكاترج رينكس بحلقات من الغضروف. أيضا تتناقص أقطارها، أقطار القصبات الهوائية برونشيا دايمتر ديكريسز، راح تتناقص يتناقص قطر القصبة الهوائية كل ما تفرعت أكثر وتجهد أكثر داخل الرئات، وبالتالي تكون تفرعاتها دقيقة جدا وأقطارها تقل تصغر مع زيادة هذه التفرعات. الغدد وجود أيضا غدد محيطة، الغدد مصلية صغيرة تتوفر أيضا وتكون موجودة ضمن النسيج المخاطي اللي يحيط بالقصبات الهوائية. واضح عزيزي؟ فايبرز الياف مرنة تعرف بالميكوزة أسوسيد لنفويد تشو. هذه التركيب اللي هو عبارة عن يعني يعرف بالغشاء النسيج اللمفي المخاطي، هذا اللي يعرف بالارتباط الأنسجة اللمفاوية مع الغشاء المخاطي اللي يرمزوا له بالرمز الـ IALT اللي هو ميكوزا أسوسييتد لمفويد تشو، هو ارتباط النسيج اللمفي مع الغشاء المخاطي داخل القصيبات الهوائية هذا الارتباط راح ينطينا راح يوفر لنا انه تصبح القصبة الهوائية الصغيرة تقلل من الغضروف والأنسجة الضامة الموجودة داخل القصبات الهوائية. شكل توضيحي، هذا الشكل توضيحي شباب يوضح لنا تجويف القصبة الهوائية، شكل توضيحي يوضح لنا مقطع عرضي من القصبة الهوائية. راح نلاحظ هذا التأشير هو يمثل لنا الميكوزا، يمثل لنا النسيج المخاطي والنسيج المخاطي. أيضا هذا هو الظهارة العمودية المطبقة الكاذبة، هذا أسفل النسيج المخاطي هو الظهارة العمودية المطبقة الكاذبة اللي يتمثل لنا الجزء الظهارة الشمية. هنا عندنا هذا التأشير يمثل لنا السموث مسلز، يمثل لنا العضلات الملساء أسفل هذه الظهارة الشمية، العضلات الملساء. أيضا أسفل عضلات الملساء ممكن نلاحظ الكاترج أو الهايلين كاترج الغضروف الزجاجي. أيضا ممكن نلاحظ أسفل العضلات الملساء ممكن نلاحظ الغدد اللي هي السيرو ميكوزا جلانس، الغدد المصلية المخاطية، الغدد المصلية المخاطية. وأيضا ممكن نلاحظ الفين الوريد اللي يكون مجاور، يعني الإمداد الدموي، الوعاء الدموي اللي يكون مجاور للتركيب النسيجي للظهارة الشمية. شكل توضيحي للطلاع نسيج مقطع عرضي من نسيج القصبة الهوائية. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح. وبهذا شباب نكون أنهينا محاضرتنا اليوم، أتمنى إن شاء الله تكون واضحة. أي سؤال أنا حاضر للإجابة عليه. واضحة شباب؟